مؤشرات بقى والتوقعات التنسيق السنة دي، يعني في ضوء النتائج اللي أعلنتها الوزارة؟ بالنسبة لل أنا بس عايز آخر حاجة بخصوص السؤال الغلط، أنا بس عايز الطالب الشاطر اتضرر بسبب السؤال الخطأ ده. ليه بقى؟ لأن هو الطالب اللي داخل يجيب 60 من 60 لما يلاقي سؤال واقف قدامه أو نتيجته مش جاية معاه بيأثر على إجاباته في الأسئلة التانية. بس كنت حابب ألفت النظر للنقطة دي. فبالنسبة بقى للتنسيق من خلال أو في ضوء النتائج المبدئية اللي أعلنتها الوزارة السنة دي، نسبة النجاح السنة دي أعلى بكتير من نسبة النجاح السنة اللي فاتت كنسبة نجاح. يعني مثلا في مادة الفيزياء نسبة النجاح في مادة الفيزياء السنة اللي فاتت كانت من 90 ل 91% نسب النجاح، السنة دي فوق 96%. طب هاي نسب النجاح بس ده مش مؤشر ان التنسيق هيزيد. ليه بقى؟ لان عدد الطلاب الحاصلين على درجات عالية السنة دي اقل من السنة اللي فاتت. اوكي. يعني مثلا السنة اللي فاتت حصل في مادة الفيزياء على الدرجة النهائية تقريبا 13500 طالب اللي جابوا 60 من 60. اوكي. السنه دي اللي جابوا من 57 ل 60 11500 طالب تقريبا. يعني مثلا نقدر نقول اللي جاب 60 من 60 السنه دي مثلا 4 او 5000 في مقابل 13500 السنه اللي فاتت. قلت النسبه. الدرجات العاليه قلت لكن نسب النجاح زادت. طب ده مؤشر على ايه؟ من خلال النتائج دي ومن خلال توقعاتي الشخصيه اللي قد يختلف معايا البعض فيها، انا شايف ان تنسيق كليات القمه هتقل السنه دي مع ثبوت عدد المقبولين. يعني لو العوامل كلها ثابته بتاعت السنه اللي فاتت هي السنه دي في ضوء النتائج دي في الفيزياء وقياسا عليها بيت التنسيق يقل شويه اللي هي في كليات القمه اللي هي المجاميع المطلوبه لدخول كليات القمه. ايوه بالظبط، تقل شويه. دي كلها توقعات تمام في ضوء النتائج المبدئيه دي، لان على فكره مش في الفيزياء بس، عدد الحاصلين على الدرجات النهائيه تقريبا في كل المواد عددهم قل. نسب النجاح زادت بس العدد الطلاب اللي حاصلين على درجات عاليه قل. ده بالنسبه للمؤشرات والتوقعات بتاعتي انا ان تنسيق الكليات القمه هيقل شويه.